السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو متنوع، نشارك معكم بعض المشتريات اللي شريتها للمطبخ. كما كتشوفوا كنزيد من دوك العلب ديال الزجاج باش كما قلت لكم بغيت نحيد كاع العلب ديال البلاستيك ونعوضها ديال الزجاج. وشريت هاد المعالق ديال اللون الذهبي، رائعين الصراحه، انيقين في المطبخ. شريتهم من ايكيا اللي مهتم بالامر، لان احنا هنايا عندنا غير في الكونتي انجليس وايكيا يلاه جابوهم. على داكشي استغليت الفرصه وشريتهم. صراحه العلب ديال الزجاج هما صحيا اكثر، حسن من ديال البلاستيك بالنسبه للناس اللي كيديروا الاكل ويحافظوا عليه في الثلاجه. هما رائعين، انا عجبوني بزاف، على داكشي زدت منهم. وايكيا هما اللي شتنا الثمن ديالهم مناسب، والزجاج ديالهم حتى هما مع الغطايات زعما متانين ومحكمين فاش كنشدوهم. هنا دزت اول حاجه من بعد ما نضفت دوك المعالق اللي جبت جداد، غادي ندير شويه ديال التنظيف لهاد جوج مجيرات اللي عندي ديال المعالق والماس والفراشط، ننظفهم. نيت شحال هادي ما دوزت عليهم الصراحه. هاد الزويفات خديتهم من ايكيا، كيكونوا فيهم ثلاثه، جوج ديال ميكرو فيبره وواحد ميكرو فيبره من جهه ومن الوجه ديالو اكسفوليون. حتى هاد القريعه خديتها من ايكيا، حتى هي في الناحيه ديال التنظيف. الصراحه هاد الطرابو زويون، عجبني بزاف، غادي نستعملو، خليته خاص للكوزينه. هنا كندوز كما كتشوفوا عادي كما اي وحده كتنظف المجوره ديالها. انا غير كنشارك معكم الروتين ديالي كيفاش كندير في الدار ديالي، اما اي وحده راه تبارك الله عندها طريقتها في التنظيف ديال البيت ديالها. هو في الصراحه كنوريكم طريقتي في التنظيف، وكذلك باغا ندير التحفيز، يعني فاش تشوفي الفيديو وانا كننظف البيت ديالي كنجمعو، ندير فيك شويه ديال الحماس، شويه ديال النشاط، تنوضي حتى انتي وتجمعي دارك وتجمعي كوزينتك وتقدي المسائل ديالك وترتاحي مع راساتك. بطبيعه الحال التنظيف والتنظيم ديال المنزل ما يمكنناش نديروه في نهار واحد، لا سواء المراه العامله ولا اللي جالسه في الدار، خصنا ننظموا الوقت ديالنا. كل نهار نديروا حاجه، كل نهار ننظفوا قنيات. هنا كنشارك معكم الناحيه الاخرى ديال الكوزينه من تحت الفران. عندي هاد زوج ديال لي تيغوار اللي كيتجبدوا، واحد كندير فيه لي طابر ديال الزاج، والثاني لي مول ديال الحلوى والغطايات ديال الطواسي ولي بواط. الصراحه هاد المجر ما عمرهم كيتنظموا. كل مره فاش كنجي نحيد الاواني ديال الغساله وننظم لي بواط، ضروري ما ندوز عليه هكا واحد الترتيب باش كندير كل طاسه في طاسه. كيعجبني نشوفهم منظمين الصراحه، كنتعصب فاش كنلقى كل حاجه فين محشيه. وضروري من بعد ما كنجمع الكوزينه ونجمع شويه الدار ضروري ندوز الجفيفه على الارضيه. عندي هاد الماكينه ديال الفابورا سميتها ديال لا مارك بولتي. هنا هزيت لهداك الخزان ندير فيه الماء ندير فيه شويه ديال الكول. هاد الماكينه كتعقم 99% ديال الميكروبات بطبيعه الحال. اللي مهتمه بالامر وعجبتها الماكينه وباغا تشري نقدر نعطيكم نصائح لانها نفعاتني بزاف الصراحه، زوينه وعمليه. وقبل ما كندوز الجفاف اعزكم الله ضروري ما ندوز سبيراتور. علاش؟ لان كنحيد كاع الفتاوت والغبره اللي كتكون متواجده في الارضيه، وديك الساعه كندوزو الجفاف ديالنا كتبقى الارضيه لامعه نظيفه ونقيه. وإلا كنتي جديد اولا جديده في القناه مرحبا بك والف مرحبا في قناه طاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده. وإلا اول مره كتشوف هذا الفيديو وعجبتك القناه والمحتوى ما عليك غير تشترك في القناه وتضغط على الزر الاحمر باش توصل باي جديد درناه. كما قلت لكم في الفيديو السابق ما كيعجبنيش نحدد الحوايج، كذلك ما كيعجبنيش نطويهم من بعد الصابون، ولكن للضرورة احكام. ضروري ما نطويو الحوايج وننظموهم نردو كل حاجه في بلاصتها بطبيعه الحال. وهنا غادي نبداو البرنامج ديالنا ديال الميل بريب، الوجبات اللي غادي نوجد لهذا الاسبوع. بديت اول حاجه هي كارني ميتشادا اولا اللحمه المفرومه، درتها في هذا سلو كوكر. هذه طاجين كطيب على المهل. درت اللحمه هي اللوليه في الاسفل، درت فوق منها البصله مقطعه مع شويه ديال الثومه، الفلافل، لاصوص طوماط، لاصوص المصبره، العطريه اللي كتحبوا نتوما. انا درت الملحه ودرت تكس ميكس ديال خليط ديال العطريه بالنسبه للحم، درت شويه ديال البزار وشويه ديال الزويته. صافي كندير لها شويه ديال الماء لانني درتها بالليل، ما هو ما ندير لهاش كاع الماء، كطيب غير الخضره مع اللحمه كتطلق المريقه ديالها ما كتحتاجش كاع الماء، ولكن انا خليتها الليل كامل. على داكشي درت شويه ديال الماء. الطياب في سلو كوكر ولا في هذه الطنجيه كي كنقول لها هي انا اللي كطيب على المهل، الغايه ديالو انه صحي. الماكله كطيب على المهل ديالها ما كنطيبوهاش طايره، وكيبقاو الفوائد ديالها والفيتامينات ديالها، وكتجي الماكله صدقوني راه كتجي الماكله رائعه وبنينه، واحد النسمه يا سلام فيها. وهذا الطبق بطبيعه الحال هو كامل متكامل، نقدو نرافقوه مع البالبيتا في العشاء، مع السلطات، مع الكينوا، مع الرز، مع البطاطا مشرمله، مع الخضار مشرمله. هو طبق كيتواتى مع اي حاجه درتيها معاه. الشوربه اولا السوبه كتكون اسبوع انا عندي ضروريه وواجبه في البرنامج ديالي، دائما خصني نحضرها. هذا الاسبوع درت ديال القرعه صحيه ناقصه في الكربوهيدرات وكتجي اكثر من رائعه. دائما كنشحر الخضيره عاد كنمرقها، وفاش كطيب السوبه اي نوع ديال هذا البولغور اولا هاد العدس اولا هذه الخضر كندير فيها معلقه اولا جوج ديال الحليب الكوك وجوج ديال الضمط ديال الفرماج اللي متواجد عندكم في الدار. وهذا الطبق هو طبق نباتي 100%، حتى هو ناقص في الكربوهيدرات، صحي ومتوازن كذلك. طبق سهل وصحي بطبيعة الحال. هنايا كنخلط زويته بلديه، شويه د الحاره، شويه د الملحه، وكندير انيلدو اولا البسباس يابس. كندهن الشرائح ديال الباذنجان على جوج الجوايح وكنديه للفران. والحشوه اللي غادي نعمر بها الباذنجانات هي الارز ديال البروكولي والشيفلور مع شويه ديال الفلافل شويه ديال البصله، كنشحرهم مزيان. والحشوه ديالي كنزيد لها الفرماج باش كتجي متماسكه. صافي كنبدا ناخد الشريحه كندير فيها شويه ديال الحشوه وكنلويها وكنشدها بقطيب ديال اولا عويد ديال الخشب رقيق باش ما تحلش معنا فاش نديروها في الفران. ديك الزويته اللي شاطت لينا فاش دهنا بها الدنجال زدنا عليها شويه ديال لاصوص اللي عندكم في الدار، انا درت هذه صوص ناتوريل كنديرها من الفوق ومن بعد كندير عليها شويه ديال الفرماج باش كيجي فوندو فاش كنديرو في الفران. وحتى هذا طبق نباتي منخفض في الكربوهيدرات وصحي ومتكامل. وهنايا دزت حضرت لي موفين كما شفتوا في العنوان ديال السبانخ والبيض ودرت فيهم شويه ديال الشوريس اللي شلت معك الجزار ديك المره. صافي كنزيد لهم المليحه اللي بغيت، بعض المرات كنضيف لهم الناطه ولكن هذه المره ما درتش الناطه، درت لهم الفرماج من فوق وجاو اكثر من رائعين الصراحه. هاد المره صدر الدجاج نديرو بطريقه اخرى مختلفه، نديرو في هاد لي بلاستيك ديال الطياب بطبيعه الحال كيجي مشوي في الفرن رائع في المذاق ما تصوروش. علاش؟ لان باغا نرافقو غير في لي صالاد هاد الاسبوع. والصلصه باش غادي نشرمل داك الدجاج بطبيعه الحال. هنايا كل وحده وكي كتبغي الصلصه. انا كندير الصلصه اللي كتعجبني وكتاكلها حتى بنتي معايا، صلصه صوجا، ليمون، العطريه ديال الخلطه ديال الدجاج، الملحه، شويه ديال لاصوص، شويه زويته بلديه. من بعد ما كنشرملو غادي نخليه نص ساعه يرتاح، عاد كنطيبو. ومن بعد ما طاب بطبيعه الحال غادي نقطعو على شكل شرائح، وغادي نضيفو لهاد السلطه. انا شاركتها معكم، راني مصوراها لكم هنا على جانب. هاد الصلصه اللي درت للسلمون رائعه، ما تصوروش المذاق ديال السلمون بهاد الطريقه. صلصه صوجا، الزنجلان، الملحه، الفلافل الثلاثيه عندي هذيك الابزار الاحمر والابيض والكحل، الحامض والمليحه وزويته بلديه. اش غادي نقول لكم، رائع 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 رائع. هاد السلمون اللي كنستعمل هو السلمون ديال ليدل، كيجي كونجولي في جوج ولا ثلاثه في العلبه، ولكن هذا خديت داك اللي كيجي في الشكاره ديال الكيلو، كيجيو 7 اولا 6 ديال الشرائح. والى هنا الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو. برنامج ديال الاكل ديالنا خفيف وظريف ومتنوع في نفس الوقت، نباتي وكارنيفور حتى هو. هنايا بعض الاطباق، مثلا صدر الدجاج اللي غادي ناكومبانيه بلي سالاد هاد السيمانه، طبق نباتي اللي هو الباذنجان والبروكولي والفرماج، البوري ديال الكالغاصه القرعه، اللحيمه ميتشادا هذه نقدو نرافقوها في البان بيتا في العشاء، نرافقوها مع الروز مع الكينوا، كتكون طبق كامل متكامل. الفطور ديالنا عندنا هنايا البيض بالسبيناكا اللي شاركت معكم، وهنا الطبق المفضل ديال الزوج ديالي هو البطاطا والجلبانه، مره كندير فيه الطوفو ومره ما كندير فيه على حسب اللي كيكون عندي. وهنا السلمون اللي غادي نديروه في العشاء بطبيعه الحال، هذا كيوجد دغيا دغيا، ما بغيتش نحضرو من دابا، غير خليته مرقد في الصلصه ديالو، تنرافقو مع واحد لا سالاد ديال الليتشوغا ولا مع واكامولي. الكرومبل ديالي في الفطور مع اليوغور ناتورال، الفواكه الجافه. وهنايا لافوكا ها هو عاد دابا حيدته من الكاغيط وجاد معنا، غادي ندير به واحد واكامولي نخليه في الطابر حتى هو. والى هنا نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، خليو ليا كومونتير ملاحظات، وشكرا على المشاهده بزاف بزاف، ومع السلامه.